السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متابعي صفحتنا صفحة إصرار طيف التوحد والصحة العامة والطب الوظيفي، أذكركم دائما بأن كثير من الحالات أحيانا تراجع مثلا مشاكل نفسية أو مشاكل تركيز، ولكن هناك حالة دائما نتكلم عليها اللي يسموها ارتشاح الأمعاء. ارتشاح الأمعاء مو بالضرورة يعني يصيب أطفال طيف التوحد، يصيب أي طفل أو أي إنسان لأي سبب كان، ويسبب له مشكلة مفاجئة في قدراته الذهنية. والحقيقة احنا هذا اللايف حتى نذكر انه يعني احتمال ابنك وهو بالمدرسة يفقد قدرته على التركيز ويتراجع في قدراته الذهنية بالمدرسة رجوع قوي. والسبب هو احتقان في الأمعاء، مجرد تهريب بالسموم، ممكن يكون تحسس لطعام معين مثل جلوتين، أو ممكن تراكم سموم، أو ممكن نقص في شيء معين. ففي لقائنا مع بنتنا الله يحفظها عمرها 14 سنة كانت تشكو من تراجع في قدراتها في المدرسة بصورة مفاجئة بعد ما كانت هي من الشاطرات وبعدين تراجعت. فنسألك بنتي، انت شنو اللي حسيتي بيه؟ يعني كنت قلتي شاطره مو صحيح؟ اي بس تراجع مستواي. تراجع مستواك تقريبا انت بياصف حسيتي نفسك تراجعتي؟ انا دخلت يعني مدرسه متميزات يعني اول دخلت متوسط. يعني انت متميزات كنتي؟ اي. وكان درجاتك بال ايش قد وصلتي مثلا بالسادس من بيتي على اول متوسط؟ درجاتي كلها كانت يعني 199 وش صار عندك بالضبط يعني؟ بالاول قلت سبعينات هسه وصلت، قمت اصلا نقلت مدرسه عربي كنت انجليزي، صارت بالاربعينات وخمسينات. يعني قامت درجاتك تنزل بحيث حتى النجاح ده يصير عليه صعب. بينما هي كانت من الاوائل. شوف هذا القهر، يعني طالب من الشطر والاوائل يصير عنده هيك تراجع. طبعا اثناء وصارت عندك ايضا قلتي نعاس متكرر إيه، إذن حتى يصير نعاس، ممكن يكون تغير في المزاج، ممكن تغير في ساعة البيولوجية، ممكن يصير أجهزة عصبية وانفعال همين. إيه، فإذا تغير كثير في حالة الطفل. وتباعون هنا مثلا في التحاليل، هنا أنا بس خلينا نشوف التحاليل شنو. إيه التحاليل هنا شوف احتقان الدماغ واضح من ارتفاع الكالبروتكتين ارتفاعا شديدا، أو ارتفاع شديد. وطبعا هذا مؤشر على ان الامعاء يعني ممكن انه تخرب، يعني تهرب سموم. ولذلك يعني يجب ان ينتبه الاهالي على عدم ظلم هؤلاء الاطفال اللي ربما يعانون من مشكله ارتشاح الامعاء بصوره مفاجئه. طبعا اسبابها كثيره، من ضمنها تحسس اطعمه، من ضمنها مشاكل لها علاقه جينيه ممكن ان تعالج. لكن المهم ارتشاح الامعاء ممكن يفاجئ اي واحد من عندنا بمرض معين ويكون خامل. فالنصيحه لكل طفل او بالغ يعني تيجي عنده مرض مفاجئ، سواء كان صحته العامه، روماتيز، او مشاكل بالكبد، انا اسوي له تحليل خروج واسوي له كالبروتكتين بالخروج حتى امن، لانه الامعاء هي بيت الداء. تحياتي.